سهل. عايزين تشيلوا التيكت من على اي سطح حياته مجفف الشعر ومشوا عليه كذا مره، هيسيح اللزق وهيطلع معاكم بمنتهى السهوله. الليمون بتحطوه في الثلاجه وبيبوظ منكم، هات ورق جنان ولفوها في الليمون بالمنظر ده، وبعد كده حطوها في كيس وشيلوها في الثلاجه. الطريقه دي هتخليكم تحافظوا على الليمون في الثلاجه من غير ما يبوظ منكم. عندك او البريمه وقعت منكم على الارض، بسيطه جدا، هاتوا مكنسه كهربائيه ودخلوا فيها الشراب بالمنظر ده وحطوا فيها الاستك عشان تبقى محكمه. اكنسوا السجاده هتلاقوا البريمه والحلق ظهروا بمنتهى السهوله على الشراب. لو السجاد والستاير عندكم عايزين تشموا روايح حلوه كده وبطريقه طبيعيه وبسيطه جدا، طب خدوا بقى الفكره دي. هاتوا اي ازازه تكون ببخاخ عندكم وحطوا فيها كوبايه ميه ومعلقه بيكنج صودا وشويه زيوت عطريه لاي نوع انتوا بتفضلوا الريحه بتاعته، رجرجوهم مع بعض كويس كده كذا مره، رشوا بقى على الستاير والسجاد بتاعتكم واستمتعوا باحلى ريحه طبيعيه بمنتهى البساطه. هدي للمطبخ اللي بتبقى حجمها كبير دي، عايزين توفروا فيها وتقعد معاكم اطول فتره ممكنه، بسيطة جدا، هاتوا المناديل وسكينة واقسموا بيها المناديل من نص بالمنظر ده واستخدموا بقى كل جزء لوحده، وبالطريقة دي نكون وفرنا في كمية المناديل اللي بنستخدمها، وبدل ما يكون عندنا واحدة بقى عندنا اتنين بمنتهى السهولة. البالونات بعد ما بتنفخوا البالونة وتيجي تربطوها بتوجع لكم ايديكم، ليها حل. بعد ما تنفخوا البالونة هاتوا شماعة ولفوا البالونة عند الجزء ده من الشماعة، وبعد كده طلعوا البالونة من الشماعة هتلاقوها اتربطت من غير اي وجع وبمنتهى السهولة. يبقى عندكم توست اتحرق منكم بالمنظر ده، كل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتجيبوا الاتنين توست وتفركوهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، الطريقه دي كل الجزء المحروق هينزل وهيبقى التوست زي الفل. بتيجي تغسلوا الفوط بتاعتكم في الغساله وبتطلع برده ريحتها مش كويسه، حطوا شويه بيكنج صودا وحطوها في الغساله من جوه مع الفوط، بس استنوا الفوط تتغسل لوحدها وشغلوا الغساله عادي خالص، هتفرق معاكم جدا في ريحه الفوط. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنت. فتحتوا المايكرويف بتاعكم ولقيتوه مش نظيف وكمان ريحته مش كويسه، مفيش ابسط من كده، وكمان بحاجات طبيعيه موجوده في البيت. هاتوا طبق وحطوا فيه ميه، هاتوا ليمونه صحيحه وقطعوها اجزاء صغيره، او لو عندكم قشر ليمون ممكن تحطوه، وعصروا جزء بسيط من الليمونه دي في الميه، دخلوا بقى الطبق المايكرويف وشغلوا المايكرويف 5 دقائق. خلصتوا؟ استنوا، بفوطه مايكروفايبر امسحوا المايكرويف من جوه واستمتعوا بقى بنظافه وريحه المايكرويف بمنتهى السهوله. عندكم قمصان قديمه مش بتستخدموها ما ترموهاش، هاتوا مقص وقصوا الجزء اللي فوق ده من القميص، وبعدين اقلبوه على الناحيه الثانيه وخيطوا الطرفين دول، وبعدين حطوا فيه اي مخده عندكم. بكده نكون عملنا تلبيسه للمخدات بكل الوان القمصان اللي عندكم. النص او المكسرات خصوصا الفستق، اسهل طريقه ان انتوا تقشروا الفستق مش انكم برضو تستخدموا ضوافركم وتقشروه من هنا، لا، كل اللي انتوا هتعملوه اللي انتوا هتعملوا كده تضغطوا كده، شايفين سمعين الصوت كده، الفستقه اتفتحت من غير ما نستخدم ضوافرنا بمنتهى السهوله. ان شاء الله تكون افكار الحلقه دي فادتكم واستفدتوا بيها، واستنوني في حلقات تانية كتير كلها بمنتهى البساطه. سلام عليكم.